وللحديث عن استمرار القصف الروسي على أرياف إدلب وحلب والدور الروسي في سوريا في ظل الحديث عن انسحاب أمريكي، معنا من اسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان. مرحبا بك معنا سيد وائل. تحياتي لكم. أهلا بكم. في أي سياق يمكن وضع استمرار هذا القصف الروسي على إدلب ووقوع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى رغم وجود اتفاق سوتشي مع تركيا، لكن يبدو أن شيئا ما تغير؟ لا يوجد هناك متغيرات كثيرة بمقدار ما هو محاولات من روسيا للحصول على المزيد من المكتسبات التفاوضية. لا يوجد مؤشرات ميدانية عسكرية أو سياسية تشير إلى عملية عسكرية واسعة، إلى هجمات برية، إلى معارك قادمة في إدلب. نتكلم عن المستقبل القريب والمتوسط، لكن هناك بالفعل كما هي عادة روسيا القصف الشديد جدا على المنشآت المدنية، على المناطق المدنية، يوقع ضحايا بشكل كبير جدا. الضغط في الملف الإنساني من أجل الحصول على مكتسبات إضافية من تركيا. في المقابل تركيا تعلم يقينا أنه أيضا من الجانب الروسي لم يكن هناك أي التزام بوقف إطلاق النار، كانت هناك خروقات مستمرة ويوجد استحقاقات لتركيا وفق اتفاقية سوتشي 2019 أو وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبني عليها في آذار مارس 2020. لذلك تركيا وروسيا ربما أمام جولة جديدة من المفاوضات، على طاولة مفاوضات جديدة مبنية على اتفاق سوتشي السابق، لكن تحتاج إلى تأطير الاستحقاقات، استحقاقات الدوريات المشتركة على الإنفور، استحقاقات موضوع الفصائل الموجودة، إشراف تركيا على المناطق التي كانت على خط الM5 وغيرها من الملفات التي ربما تتصل أيضا بملفات شرق الفرات وعدم الالتزام الروسي على ذكر هذا الموضوع. هل تسعى روسيا إلى الإمساك بالملف السوري بأكمله، لا سيما مع دعواتها لخروج القوات الأجنبية غير الشرعية كما وصف بوتين؟ يعني بوتين في لقائه مع الأسد كان ربما يقصد تركيا في الوجود الأجنبي، كما مختلف القوى ويعتبر نفسه هو الوصي على سوريا. بالفعل القوة الأكبر اليوم المتحكمة بالقرار السياسي هي روسيا، في حين أن القوة الأكبر المتحكمة على الأرض هي الجيوش الخمسة الموجودة في سوريا، وأكثرها وجودا على الأرض وانتشارا هو الإيراني، الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. ليس هناك ربما تغيرات كبيرة جدا إلى درجة إخراج جيش لجيش في سوريا عموما. لا أعتقد بقرب الانسحاب الأمريكي إن كان محققا من سوريا. لا يمكن أن تنسحب المعادلة من أفغانستان إلى سوريا، الوضع مختلف تماما، سوريا ليست أفغانستان. الوجود الأمريكي هو أساسا غير مكلف ولا يمثل رأي عام داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ضرورة، وهذا ما أكده المسؤولون الأمريكيون. لذلك ربما نحن أمام مفاوضات مستمرة ولا يوجد ماذا مرة أخرى ميدان. نعم سيد وائل، ماذا مرة أخرى عن الوجود التركي، يعني مصير إدلب ومناطق غصن الزيتون التي شهدت تحسنا نوعيا وحركة من الاستقرار في الفترة الماضية، دخول روسيا بهذه العمليات العسكرية هل يهدد بحركة نزوح كبيرة وذهاب جهود تركيا أدراج الرياح؟ لا يمكن اعتبار الوجود التركي اليوم وجودا قلقا. الوجود التركي اليوم وجود كبير جدا، وجود يضمن لها مصالحها الأمنية في مختلف المناطق شمال سوريا وشمال غرب سوريا. لا أعتقد أن من مصلحة روسيا أو أن هناك مؤشرات إلى أنها تريد الصدام ولو السياسي مع تركيا، على العكس تماما. روسيا اليوم في حالة الوصول إلى تفاهمات مع مختلف اللاعبين الإقليميين والدوليين، لا سيما مع تركيا، والمصالح مع تركيا أكبر بكثير من أن تكون هناك خلافات ميدانية على الأرض تعيق التفاهمات السياسية. نحن مقبلون فقط على إعادة تعريف الاستحقاقات الروسية والاستحقاقات التركية بناء على التفاهمات السابقة في وباعتقادكم أن الانسحاب الأمريكي لن يؤثر في الأمور كثيرا ولن يبعثر الأوراق في سوريا والمنطقة؟ تغيرات كبيرة جدا تهندسها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة عموما، وهي مؤثرة بشكل مباشر على الملف السوري، لكن لا يشترط أن تكون السياسة الأمريكية لرسم هذه المتغيرات هي الانسحاب، انسحاب القوات، في حين متغيرات قريبة ستفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الخارطة العامة في المنطقة ومنها خارطة سوريا.
أعتقد أن لا ليس هناك تفاهمات كبيرة أو اتفاقيات نهائية دولية على الملف في سوريا، لكن هناك اتفاق أو تفاهم على تجميد النزاع في سوريا كما في المنطقة عموما. موضوع إيصال الكهرباء إلى لبنان هو من أجل تخفيف حدة الأزمة في لبنان، العالم كله يريد تخفيف الصراعات في هذه المنطقة، في العراق، في سوريا، في لبنان، من أجل الالتفات إلى مشاكل أكبر وأمور أكبر في شرق الكوكب، هناك بين الصين وتايوان وفي تلك الخارطة ووسط آسيا. بشكل عام التهدئة هي ستكون سيد الموقف، لكن لابد قبل ذلك من ضغوطات ميدانية وسياسية للوصول إلى تفاهمات. وهذا ما يجري على ما يبدو في سوريا الآن. شكرا لك أستاذ وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات.